This first round qualifying match is set for one fall. Introducing first, the Vigilante and MKM. Whoa, aha, the MKM Masked Man. The أول ظهور له ومباشرة في المنافسة على اللقب من الوجوه الواعدة لائق بدنيا وطويل القامة وشخصيا أشوف ماسكد مان MKM سيكون من الوجوه الواعدة في عالم KBW وعالم المصارعة البحرينية وعلينا نتذكر بأن MKM سيواجه خالد كومبات وكلنا نعرف منو خالد كومبات. بانتظار خالد كومبات. خالد كومبات. المجرم خالد كومبات. وهذا خالد كومبات في طريقه الى المواجهه. وفي الحقيقه لا ننكر بأن خالد كومبات من الناس اللي صنعوا لهم اسم في المصارعة في مملكة البحرين. صنع على اسم خالد كومبات ما ننكر. وهذا خالد كومبات يقول لحزامي لا أستبعد بأن خالد كومبات هو اللي راح يفوز بالحزام حتى وإن كان خواف وجبان، لكن حيل خالد كومبات هي الخطيرة ورجل خطير. المجرم خالد كومبات. المجرم خالد كومبات يستعد، وكما هو واضح أكيد أن خالد كومبات الآن يستهزئ بخصمه. وفي الحقيقة هو صاحب الخبرة في المباراة، هو صاحب الخبرة حيث أن MKM هو جديد على عالم المصارعة. وهنا كما نشاهد خالد كومبات ينال من MKM، يقول للجمهور شوف المهارة. نعم يا خالد، ولكن MKM أحد الواعدين ولا نعلم ما الذي سيحدث في هذه المباراة. مرة ثانية خالد كومبات استهزاء بـ MKM، وهذا لوك اب مرة ثانية. وخالد كومبات يحاول الاستهزاء ولا وبوم ولكمة قوية جدا. MKM يقول له مو هذه المرة، الثالثة ثابتة. يلا يا MKM. والمجرم خالد كومبات انكسر ظهره. باي باي خالد كومبات. اوه، وهذا MKM. جميل MKM. والبو دروب جميل جدا. وواحد اثنين يا MKM. لكن هذا خالد كومبات. لا خالد كومبات مو باي باي. وخالد كومبات وعملية انزال. خالد كومبات يطرح بMKM ارضا ويخنق MKM. بالعامية نقول ينشف دمه. عملية ايقاف الدورة الدموية، ولكن MKM ومرة ثانية باك دروب مرة ثانية من MKM. وجميل جدا آرم دراج جميلة جدا من MKM. وMKM مرة ثانية، ودي دي تي قوي جدا. واحد اثنين وMKM. بداية ناجحة جدا. MKM يثبت قدراته في عالم المصارعة. وMKM وايرش ويب، ولكن ريفرس من كومبات.
ريفرس من كومبات. كومبات يقول له انا هني خالد كومبات، وهذه دبل هاند سوبلكس. اللقطة المعروفة لخالد كومبات كل مباراة يستخدمها، لقطة فعالة جدا. 1-2 وام كي ام لا يستسلم، ام كي ام لا يستسلم. وهذا الطفل متحمس جدا، الطفل متحمس جدا. وضربة على رأس ام كي ام، ضربة ثانية ايضا. وهذا الخطير خالد كومبات، المجرم خالد كومبات، ولك ما تطرح بام كي ام ارضا، ولك ما تطرح بام كي ام ارضا. وخالد كومبات لا زال خالد كومبات لحد الان في كامل قواه، لا زال في كامل قواه، ويبدو ان حتى ما يبغي ينهي الماتش، يبغي ايضا يلقن ام كي ام درس ولكمات في المنطقة الوسطى لجسم ام كي ام، لكمات وايضا وهذه خالد كومبات، ولكن ام كي ام ومرة ثانية ايضا، والجمهور يحيي ام كي ام. وهذا الجمهور يتفاعل مع ام كي ام، يلا يا ام كي ام. الجمهور يبغي يشوف المجرم خالد كومبات ينهزم. ام كي ام من فوق الحبال، ام كي ام واو، ولقطة طائرة، وخالد كومبات، رأس خالد كومبات يرتطم بأرضية الحلبة، والنهاية 1-2. خالد كومبات ينقذ نفسه بالاستعانة بالحبل، يضع رجله على الحبل، يعني إيقاف العد، يعني إيقاف العد. وهذا اللي قلناه، خالد كومبات المجرم خطير جدا، ليس من السهل هزيمة خالد كومبات. وهنا الجماهير تشجع ام كي ام. خالد كومبات هنا يعود من مباراة، كلوز لاين طائر، كلوز لاين طائر بين خالد كومبات، وخالد كومبات يقول الفينش، خالد كومبات يقول الفينش، بيخلص عليه، بيخلص عليه. كومبات كلاتش، كومبات كلاتش، عملية خنق مباشرة إلى منطقة البلعوم. هل ام كي ام يستطيع أن يخلص نفسه من هذه الحركة الخانقة؟ خلاص ام كي ام، ام كي ام، الحكم يعد، اذا ما استجاب بثلاث ثواني انتهى الماتش. لم يستجيب، لم يستجيب، فوز خالد كومبات، ولكن ام كي ام ابلى بلاء حسن صراحة. خالد كومبات طبعا بخبرة خالد كومبات استطاع، يعني طاف فيها خالد كومبات، وتأهل إلى الدور القادم. خالد كومبات إذن ام كي ام خارج المنافسة، وهنا أيضا كما نشاهد خالد كومبات يتأهل إلى الدور القادم. أعزائي المشاهدين، نعم خالد كومبات يتأهل إلى الدور القادم لملاقات قاسموفيتش، خالد كومبات ضد قاسموفيتش. شو اللي بيصير؟ قاسموفيتش طبعا خالد كومبات مجرم، ولكن قاسموفيتش أيضا رجل العصابات، وهو أحد أخطر قطاع الطرق.